العلاجات المستعملة حالياً والفعالة لعلاج الكوفيد 19 خاصة بالحالات المتوسطة والخطيرة هو استعمال الاستيرويدات أو ما يعرف شعبياً بالكورتيزون. هيدي علاجات فعالة، علاجات عم تنقذ أرواح، ولكنها علاجات نوعاً ما بتقلل من رد الفعل المفرط تبعو جهاز المناعة، بمعنى آخر بتقلل من فعالية جهاز المناعة، مما بيجعل المريض أكثر عرضة لعدوى من نوع آخر ومنها عدوى الفطر الأسود، خاصة إذا كان بيعاني مسبقاً قبل إصابة بالكوفيد 19 من أمراض مزمنة أخرى مثل السكري على سبيل المثال. حالياً الهند عم تسجل آلاف الإصابات بمرض الفطر الأسود، على الأرجح هذا مرتبط أيضاً بالأعداد الكبيرة اللي عم تسجلها بالكورونا أو الكوفيد 19 أولاً، وثانياً بالنقص بالقدرة الاستشفائية وغيرها. فلحد الآن ما عدا مصر حيث توفى الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود، بغير دول مع منا لبنان ما في بعد أي تسجيل رسمي أو إعلان رسمي عن حالات من مرض الفطر الأسود. المسبب للفطر الأسود هو نوع من الفطريات أو العفنيات الموجودة عادة بشكل طبيعي بالمحيط تعولنا، بالهواء أو بالتربة أو حتى على الأطعمة العفنة. حذر ضروري، وكمان التحضير أنه نكون جاهزين، الجهوزية ضرورية خاصة لجهة تأمين الأدوية اللازمة لعلاج هيك حالات، واللي استعمالها بأسرع وقت ممكن عند الإصابة بيصير فاصل بين الحياة والموت.